أحييكم وأستهل النشرة بالعناوين. الراعي في رسالة ميلاد: النواب ملزمون انتخاب رئيس جديد. واشنطن تدين قصف حلب: النظام يستخدم البراميل وسكود بلا تمييز. مصر تعلن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بعد تفجير المنصورة. جدد البطريرك الماروني بشار الراعي الدعوة إلى إقامة حكومة ميثاقية قادرة على تأمين المصالحة بين الفريقين المتنازعين. الراعي وفي رسالة عيد الميلاد التي شدد فيها على ضرورة عدم بيع الأراضي تطرق إلى انتخابات الرئاسة والملف الأمني. السلام على أرضنا في لبنان يفرض على النواب الحضور الإلزامي إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري، رئيس يكون على مستوى المرحلة التاريخية المميزة سلام الأمن والاستقرار الذي يقتضي ضبط السلاح غير الشرعي وقمع التعديات على المواطنين بأرواحهم وممتلكاتهم وطمأنينة حياتهم. بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازيجي أكد من جهته عدم الاستسلام في وجه من يستبيح المقدسات وعدم السكوت على خطف المطرانين يوحنا يازيجي وبولس إبراهيم والكهنة وأي بريء في هذه الأرض. يازيجي وفي رسالة الميلاد قال: لن نسكت أبدا في وجه من احتجز صوت راهبات معلولة وأيتامها، مضيفا: نحن سفراء سلام لكننا لسنا مكسر عصا في الوقت نفسه. وشدد البطريرك يازيجي على أن أجراس كنائسنا ستظل تقرع بقوة وعنفوان على الرغم من مكائد الزمان. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان طلب في مناسبة عيد الميلاد من المسؤولين العسكريين والأمنيين تكثيف التدابير من أجل الحفاظ على أمن المواطنين وتنقلاتهم لممارسة واجباتهم الدينية بسلام وطمأنينة. في عيد الميلاد شجرة فرقة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني تحت المياه. كما في كل عام زينت وحدة الإنقاذ البحري الإقليمية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني شجرة ميلادية في سد شوان في أعالي نهر إبراهيم. عناصر وحدة الإنقاذ أكملوا تحضيراتهم، من ثم حضر وزير الداخلية مروان شربل، وبعد نزول بابا نويل إلى قعر المياه أضاء الوزير الشجرة التي أحيطت بمغارة يسوع بهدايا العيد. في العام 2013 قضى 10 لبنانيين غرقا و87 حالة جمعت إلى النازحين السوريين، حوادث متفرقة معظمهم من الأطفال، والجهد الذي بذله الدفاع المدني أتى للتأكيد على التحية لذكرى ضحايا الغرق. وبمناسبة عيد الميلاد زار البابا فرانسيس سلفه البابا بنديكتوس السادس عشر في دير سابق على أرض الفاتيكان، وقد استقبله عند باب مقر إقامته مستندا إلى عصا خشبية، وسار الاثنان إلى مصلى صغير وصليا معا قبل أن يتحدثا على انفراد في حجرة أخرى مدة 30 دقيقة. وظهر فرانسيس في لقطات تلفزيونية بثها الفاتيكان وهو يقول له: يسرني أن أراك تبدو بصحة جيدة. وهي المرة الرابعة فقط التي يصور فيها البابا بنديكتوس منذ استقالته، وقد بدأ في حال صحية أفضل مما ظهر عليه في مناسبات سابقة. في التطورات السورية دان البيت الأبيض قصف النظام السوري مدينة حلب الذي أسفر عن مقتل 300 شخص على الأقل بينهم أطفال في 8 أيام، داعيا دمشق إلى حماية السكان المدنيين. واتهم المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جاي كارني الجيش السوري باستخدام براميل متفجرة وصواريخ سكود بلا تمييز في حلب وحولها الأسبوع الماضي، داعيا جميع الأطراف في النزاع السوري إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم لإنهاء الأزمة. وفي مقابل قصف حلب إنجاز استراتيجي جديد للمعارضة في ريف دمشق قد يؤثر على قدرة النظام على إطلاق صواريخ سكود. ولكن الله رمال. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. تم الحمد لله إسقاط طائرة ميغ حربية في مدينة دمير. هذه الطائرة الحربية أسقطت بحسب المعارضة السورية على جبهة الضمير القريبة من عدرا العمالية في ريف دمشق، وبعد معارك عنيفة في هذه المنطقة أعلنت الجبهة الإسلامية أنها سيطرت على أجزاء واسعة من مستودعات التسليح بالقرب من الضمير بفضل الله ومنته وأثناء اقتحام مستودعات التسليح. وتحتوي هذه المستودعات على مخازن وقود صواريخ سكود، ويعتبر مقاتلو المعارضة أنهم في حال السيطرة الكاملة على هذه المستودعات، فإن الجيش السوري لن يستطيع استخدام صواريخ سكود الموجودة بشكل أساسي في منطقة القطيفة المجاورة ولن يستطيع شحنها. في منطقة الضمير التي تحتوي على أكبر مستودعات الأسلحة للنظام توجد أيضا قاعدة مهمة للطيران الحربي هي قاعدة الضمير الجوية، كما تعتبر المعارضة هذه المنطقة من أهم النقاط العسكرية التي يستخدمها النظام لقطع الطريق إلى الغوطة الشرقية. تتابعون بعد الفاصل صوت لبناني جديد في هوليوود. وصل إلى لبنان 6 لبنانيين و9 سوريين قادمين من جوبا في جنوب السودان عن طريق القاهرة، فيما لا يزال هناك آخرون في مطار جوبا أو في مطار القاهرة لتأمين تذاكر سفر إلى لبنان. وقد أكد العائدون أن الأوضاع عادية وأنهم لم يتعرضوا لأي أذى. ما حدا تعرض لنا، بالعكس كان الجو طبيعي جدا بجوبا. بالنسبة لأنتمنا نطلع، لا كان فينا نطلع بأي وقت نحن. أنا كان عندي حجز ل 24 أو 25 والناس طلعت قبل، فأجت هالطيارة كمان طلعنا فيها. بالعكس كان الجو كتير مرتاح، كانت الحياة طبيعية بجوبة، يعني كنا نروح بالنهار على الشغل وبالليل بس نقعد في حظر تجول. هولتوها كتير أنتوا بالإعلام عن جد، ما بدها قبل المرة. في أخبار طلع بالإعلام اللبناني عن وضع اللبنانيين بجوبة، اضطرت السفارة الخارجية جنوب السودان تستدعي رجال أعمال بلبنانيين مقيمين بجوبة وتطالبهم بوجود السفير الجامعة العربية اللي موجود هناك بجوبة حاليا، أنه ليش اللبنانيين عم تحكوا هذا الحكي اللي هو مش موجود، أنه نحن محاصرين وبدنا طيارة إخلاء وحكي من هذا النوع. وتم الحكي أنه نحن رجال أعمال مش رجال سياسي، ما بنتدخل بسياسة البلد، نحن بس أنه حفاظا على المصالح وأمن الشباب طلعنا هالفترة، وإن شاء الله بإذن الله راجعين نكفي شغلنا بجنوب السودان. قلد الوزير مروان شربل المدير العام بالوكالة العميد إبراهيم بصبوص رتبة لواء في احتفال أقيم في وزارة الداخلية. شربل أكد أن مؤسسة قوى الأمن الداخلي ستتابع عملها بأقصى جهد وتكون على مسافة واحدة من الجميع. كما استقبل وزير الداخلية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على رأس وفد زاره مهنئا بالعيد. هذا الحقيقة اللي بتمناه سنة الجاي يكون سنة خير وبركة على لبنان، وهالمرحلة الصعبة تمرق بسهولة، وبعتقد رح تمرق بسهولة. وبكرة بتشوفوا حديث فخامة الرئيس ب 29 شهر رح يكون حديث متفائل، رح تمرق هالمرحلة بأقل خسائر ممكنة. مهما كانت المصاعب كبيرة لن نتراجع ولن نتوانى عن تنفيذ كل المهام الملقاة على عاتقنا، طالما هي جزء أو طالما هي وارد نصها بالقانون اللبناني. من عهدك كمان مجددا على أبواب 2014 إنه المخطوفين اللبنانيين والمفقودين اللبنانيين وأي قضية لبنانية بأي مكان بالعالم كلفنا فيها لن نألو جهدا إلا لتوصل لخواتيمها السعيدة. عرض الرئيس حسين الحسيني في منزله في عين التين مع السفير الأمريكي ديفيد هيل الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. ميسة قرعة فنانة لبنانية تنطلق إلى العالمية. هذا الصوت العربي اللبناني تحديداً سنسمعه في الفيلم الأمريكي American Hustle الذي يقوم ببطولته كريستيان بيل وبرادلي كوبر، وضيف الشرف فيه روبرت دينيرو.
إنه صوت ميسا قرعة، شابة لبنانية درست الموسيقى في بيركلي في الولايات المتحدة وجالت في مختلف الولايات تغني كلاسيكيات الموسيقى الشرقية والغربية. حكيتني دون ألدر، هي كان لها علاقة مع الفيلم، دعوني ورحت على هوليوود بستوديو يلي سجلوا فيه معظم ريكورد تبع مايكل جاكسون، وغنينا الغنية، غنية اسمها White Rabbit by Jefferson Airplane. عملنا نسخة عنا باللغة العربية. والفرحة فرحتك والنصرة نصرتك. شاركت ميسا مع كل فريق العمل في العروض الأولى للفيلم في نيويورك ودبي، وتسعى حاليا لإقامة عرض مشابه في بيروت. امتى هتعرف امتى اني بحبك؟ انه عندي هالميكستشر بتوين بوب روك، لانه كنت غني انجليزي بالاول وبلشت بالموسيقى الكلاسيك، وبذات الوقت كوني عربيه كوني لبنانيه بالنسبه لهم هذا شيء كثير انتريستينج. يعني انا عم غني مرات شوفهم عم ياخذوا نوتس ما بفهم شو عم يكتبوا. خارج كل الضجيج المحلي وبعيدا عن كل التشويش السياسي والطائفي، بعض الاشياء الجميله، بعض الاصوات الجميله، ميسا احداها وصوتها أيضا. تتابعون معنا بعد قليل. تغريدة عنصرية غيرت حياتها. أعلن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي تنظيم الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بعد تفجير كبير هز مدينة الأمن في مدينة المنصورة وأوقع 14 قتيلا وأكثر من 100 جريح. في واحد من أكثر الاعتداءات دموية منذ عزل الرئيس محمد مرسي وقبل 3 أسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، تفجير يستهدف مديرية أمن الدقهلية في المنصورة التي تقع على بعد 100 كيلومتر شمال القاهرة، حاصدا 14 قتيلا معظمهم من رجال الشرطة وأكثر من 100 جريح. وكل ده اللي بيحصل هنا أو هنا ده تشتيت ومحاولة إرهاب الناس عشان الاستفتاء، انما انا باكد للناس انهم يبقوا مطمنين تماما باذن الله في خطه محكمه من القوات المسلحه وبالاشتراك معانا هيتم تامين كل المراكز الانتخابيه على اعلى مستوى. العمليه التي تمت بواسطه سياره مفخخه خلفت حاله غضب شديد. كل اللي حصل ده ما يرضيش ربنا، دمار وموت وخراب ديار. لسه ما كملناش اسبوع من السواء لسه دمه اتحبس، والموضوع انك عايشونا في نكد كده، الشعب كله عايش في نكد، ما حدش بينام، احنا عايزين امن، احنا بنخاف نمشي في الشارع، حد يعمل فينا اي حاجه. حرام كده ما يرضيش ربنا، ده مش اسلام، ربنا ما قالش كده، ده مش عدل. الحسد دوت ما يرضيش ربنا، ظلم، افترى، دول ما يعرفوش حاجه عن الدين. اسرائيل ما تعملش كده، ربنا ما قالش كده، ربنا ما قالش ان الدين اقتل اخوك المسلم في الوضع ده. كل اللي اقدر اقوله حاسبي الله ونعم الوكيل. رد فعل رئيس الوزراء حازم الببلاوي كان باعلان جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه، معتبرا ان الغرض من التفجير ترويع الشعب حتى لا يستكمل طريقه في تنفيذ خارطه الطريق. الرد على كلام الببلاوي جاء سريعا، فجماعة الإخوان المسلمين التي دانت التفجير قالت إنها لا تستغرب أن يقرر الببلاوي الذي وصفته بدمية الطغمة العسكرية استغلال دم المصريين الأبرياء للإدلاء بتصريحات نارية الغرض منها إثارة مزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار. انقلبت حياتها رأسا على عقب بسبب تغريدة عنصرية. جاستين ساكو المديرية التنفيذية للعلاقات العامة لشركة IAC كانت مجرد موظفة عادية، لكن وقبيل رحلتها من لندن إلى جنوب أفريقيا تحولت إلى شخص يكرهه الملايين حول العالم بعدما غردت على موقع تويتر: ذاهبة إلى أفريقيا أمل ألا أصاب بالإيدز، هذه مسحة فأنا بيضاء. لم يجد البعض بالتغريدة أي إساءة، أما آخرون فسارعوا لانتقاد عنصرية ساكو. هكذا كانت البداية، ومع تداول التغريدة أصبح هاشتاج جاستين ساكو وهل حطت جاستين أم بعد من أكثر الهاشتاجز رواجا. لكن جاستين لم تكن تدرك ما يجري وهي لا تزال في الطائرة،
ما جعل شركة تؤمن الإنترنت في الفضاء تسخر منها بالقول في المستقبل عندما تريد التغريدة بغباء قبل السفر تأكد من التعامل معنا. ساكو وما إن وصلت إلى جنوب أفريقيا حتى صعقت بما اقترفته يداها، سيما وأنها باتت على كل لسان وفي نشرات الأخبار، سرعت إلى حذف التغريدة ومن ثم إلى إلغاء حسابها على موقع تويتر. لكن منظمة Aid for Africa أنشأت موقع justinsaco.com الذي يأخذ زائره إلى صفحة التبرع لمرضى السيدا. القصة لم تنتهي هنا، فالتغريدة العنصرية تسببت بطرد جاستين من عملها واعتذار الشركة عن تغريدة ساكو التي لا تمثل إلا نفسها كما أكد البيان. جاستين انتظرت لليوم التالي لإصدار بيان اعتذرت فيه عن التغريدة، لكن بعد فوات الأوان فالعالم أصدر حكمه سريعا ضدها عبر موقع تويتر نفسه. فاحذروا مما تكتبونه على موقع تويتر وفكروا جيدا قبل أن تغردوا، فتغريدة واحدة قد تجعل حياتكم جحيما. اسألوا جاستين ساكو. عزيزي المشاهد، ماذا تكون ردة فعلك إذا دخلت مقهى لتحتسي قهوة الصباح فرأيت فتاة غاضبة تحرك الأشياء من بعد فترفع بقدرة خارقة شابا على الحائط بإشارة من يدها وتفجر غيظها بمحتويات المقهى لتبعثرها حتى من دون أن تمسها؟ هل تذكرون كاري؟ فالشريط الترويجي للنسخة الجديدة من فيلم الرعب الكلاسيكي العائد إلى السبعينيات والذي ارتكز على تمثيلية متقنة في أحد المقاهي حل في المرتبة الثامنة للإعلانات التجارية الأكثر تداولا وتناقلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما حظي على 2,170,000 شير، علما أن الشريط حاز 20 مليون مشاهدة على يوتيوب في يومين فقط. إذن بعدما حصدت الطاقة الجسدية لفان دام وثبات شاحنات فولفو المركز العاشر، وبعدما احتل الإعلان المبدع لشركة دوج الأمريكية خلق الله المزارع المرتبة التاسعة، إليكم مفاجأة المقهى. مشاهدينا، إن كنتم من محبي سلسلة أفلام كاري أو كنتم تؤمنون بتحريك الأشياء من بعد أم لا، لا تعبثوا مع فتاة أمام الكمبيوتر في المقهى. إن شاء الله ما تطلب فيزا على لبنان، مش ناقصنا. إذن مشاهدينا، تابعونا غدا مع الشريط التجاري الذي احتل المرتبة السابعة في عدد الشيرز على السوشيال ميديا. إلى اللقاء.